أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع برنامج ألف به تميز، الذي آمل أن يكون إضافة إلى العقول وإلى النفوس، تطويرا للسلوك وتطويرا للأهداف. السلوك في التعامل مع أولادنا، سلوكياتنا إحنا الشخصية اليومية وأهدافنا في أولادنا ترتقي إلى معالي الأمور، حاجات كبيرة وضخمة. ودايما بقول إن التربية الإيجابية، عنوان حلقتنا النهاردة، بترنو وترمي إلى هدف واحد، أن تكون النفسية مستقرة ومتزنة. دايما بنقول لو البني آدم عاوز ابنه يبقى حاجة في الحياة، لابد وأن تكون تركيب شخصيته متزن، واثق من نفسه كده، فاهمه وعاوز ايه، اهدافه واضحة، مرتب اموره، مؤثر في اللي حواليه، اجتماعي، بيأثر في اللي حواليه بشكل جيد، مش بيتأثر بالاشكال السلبية اللي موجودة، قادر على تحمل الضغوط، يقول لك شيلني وانا شيل، مفيش مشكلة، مفيش ادنى مشكلة في المشاكل وفي المواقف الكبيرة، ثابت كده، عيل وتد، فاهم ومستوعب اللي بيحصل. بني أدمين يقدروا يخوضوا خمار الحياة بمشاكلها بقى، بإحباطاتها، بغناها، بفقرها، بضيقها، بسعتها، أي مكان. هي دي التربية، هو ده اللي بالربي، مش بالربي عهد، ما تزعلوش، مش قصدي حاجة، بس بالربي عهد. عيال كده ملزقة، عيال محتاجة بابا وماما سندينهم على طول، مرتبين لهم حياتهم، منظمين لهم أمورهم، مأمنين لهم حياتهم في المستقبل، على اعتبار ان العيال دي عجزة مش هيقدروا ينجزوا حاجات كده. بمفاهيم الحب اللي فيه خوف بيخرج عيالنا بشكل او باخر، عاوزين اولاد رجالة كده، عيال يعتمد عليهم، مش عيل عنده مشكلة في المدرسة حاضر له طول النهار، عيل فوق الاعدادي ولا تاني اعدادي بروح المدرسة كل يوم، اصلا عنده مشكلة مع اصحابه، اصلا عنده مشكلة مع مدرسته، ما يحل مشاكله بنفسه، انا ليه حاطة مراخيري 24 ساعة في الأمور؟ وبالتالي مطلوب إن إحنا نربي تربية إيجابية، وعشان تربي تربية إيجابية وتطلع نفس سوية متزنة، لازم نكون مشجعين مش مداحين. طبعا هيستغرب البعض، هو في فرق بين التشجيع والمدح، في فرق كبير ما بين التشجيع والمدح. ان انا امدح، اشوف اي حد في الدنيا، انت رائع، انت كويس، انت ما حصلش، انت جميل، انت شاطر، انت شطور، انت بطل، انت قائد، انت قيادي، انت ايه يا ابني، انت ما حصلتش، ده المدح. وعادة بيبقى في الهوى. يعني ايه؟ يعني عادة بيبقى كده، وانفخ دماغ ابني دايما انه محتاج هذا الكم من المدح، وانفخه على مفيش من غير ما يعمل حاجة. بس خد بالك، المدح فيه مصيبة، ان انا لما اكون زعلان من ابني مش همدحه، مش هقول له حاجة كويس، وبالتالي هيتربط المدح بحبك وعدم حبك. عشان كده كتير من الاولاد الصغيرين يقول ماما اما بتبقى زعلانة وانت ما بتحبينيش، وماما طبعا بتنبري تقول ليه بتقول كده، انا بحبك، أنا بحبك، أنا بحبك. وبالتالي الناس المعتمدين على المدح على طول دول، أما بيكبروا عادة بيعملوا اللي يريح الناس. ليه؟ عشان يسمعوا الكلام اللي هو يعجبهم. وبالتالي هتلاقي إن أنا بعمل زي ما صحابي بيقولوا، عشان يقولوا أنت واد تمام، أنت ما حصلتش، مفيش مانع ان انا اضرب سجارة، مفيش مانع ان انا اتعرف على بنت، مفيش مانع ان انا اتأخر من الوقت عشان ابقى الواد الجدع، الواد اللي ما حصلتش، عشان انال الثناء اللي موجود. وده خطأ من الاخطاء بنقع فيه. ممكن اعمل الحاجات اللي انا مش مقتنع بيها عشان اللي حواليا يقول لي ده انت جبروت، ده انت ما حصلتش، ده انت ما زي حد يقلع الحجاب، اصله هو منظره احسن ويسمع الكلام الطيب الموجود وعلى قناعة بان الحجاب فرض بالنسبة له، وهكذا. أمثلة كتيرة ممكن نلاقيها. لكن التشجيع بقى
أمر آخر. أما ابني يحط كنزات فوق بعض أو علب فوق بعض أو يحبو وهو صغير أو يقف أول وقفة أو يمشي أول خطوة أو يتكلم أول كلمة أو يجري أول جرية، وأقول له برافو عليك أنت بقيت شاطر بتعرف تجري، ده هو ده التشجيع، وهو ده اللي يخلي الطفل مجتهد أكتر وقدرته على إنجاز أعلى، وما يرتبطش ده بحب أو زعل، لأن في خيبة عند الأمهات. طب أنا زعلانة منك، طب أنا متضايقة منك. العيل طبعا لسن 8 بيهمه الأحاسيس والمشاعر دي، بعد 8 ما بيفرقش عنه، كويس قوي إنك بعيدة عني، كويس ماما كبرت دماغها مني زعلانة، يبقى الوش بتاعها مش هتطلب مني طلبات، والحمد لله. وطبعا الأمهات تنهار في اللحظة دي، الواد اتغير، الواد ما بيحبنيش، الواد ما بيتعاملش معايا، الواد كذا، وانتي مش فاهمة دي أطوار عمرية وسنية. لكن اللي بيعتمد على التشجيع غير المدح تماما، ده اللي بينجز، ده اللي بيطور أداؤه، ده اللي بيفهم انه لازم يتعب عشان ينال هذا القدر من التشجيع، ده اللي بيطور نفسه، ده اللي عنده حاجة مادية ملموسة لكلمات التشجيع. أما المدح اللي بننفخ بيه أولادنا في كتير من الأحيان وخصوصا في السن الصغير، ويبقى العيل يعني في مشاكل الدنيا، لكن الأم بتتكلم على إنه هو جميل وأمره وما حصلتش، والكلام اللي بيتقال ده في الهوى دون ما إنجاز، ما يخلينيش أنجز. هنجز ليه ما أنا بسمع الكلام الطيب؟ عشان كده الأولاد اللي زي دول أما يخشوا معترك الحياة يكتشفوا أنهم محتاجين يعملوا مجهود عشان ينالوا الثناء والتشجيع اللي زملائهم بيحصلوا عليه، اللي كانوا بيحصلوا عليه في البيت عمال على بطال. عشان تربي نفس بشرية متطورة وفقة من قدرتها وبتطور نفسها، شجع ابنك على كل عمل من الأعمال الجيدة اللي بيقوم بيها، لكن ما تمدحش عمال على بطال، سواء أحسن أو أساء. لو أحسن هنشجع، لو أساء هنوجه، لكن كلمة المدح قد تخرج إنسان يداهن الآخرين عشان مجرد ينال كلمات الإعجاب اللي موجودة. هكذا تبنى النفوس وتتربى النفوس على ان امكانياتها هي الاسس اللي يقدر يتحرك بيها داخل نظام حياته. ومهم جدا في التربية الايجابية مفهوم تاني، ان انا افهم السلوك اللي بيعمله ابني ده مرجعه الى ايه. ده مهم، لان لو فهمت السبب لهذا السلوك هقدر اصلح السلوك ده بمنتهى الهدوء. كم مرة حاولت تعدل سلوك أو طريقة لابنك واكتشفت إن ابنك زي ما هو عنيد من يومه، من ساعة ما كان صغير لحد ما كبر، دايما يقولوا دماغه ناشفة من الصغر، وما عدلتش حاجة، وما عدلتش عند، وما عدلتش السلوك، وما خلتهوش مجتهد، وفي نفس الوقت ما خلتهوش يختار اختيارات سليمة، وما بقاش عنده القدرة على الفاعلية في أي فترة من فترات حياته، وتقول ده طابع للطفل. لكن في النهاية التربية الإيجابية معناها إن أنا أفهم المعتقد وراء السلوك. ابني ممكن يعيط ويصرخ ويصوت طول النهار، ممكن يكون شعور بعدم الأمان، مش عشان يغيظني، مش عشان يضايقني، مش عشان طفل زنان، مش عشان طفل عيوطة، مش عشان طفل عنده مغص، لا، ده ممكن يكون أسباب كتيرة تخليه يعمل الفعل. لابد من إدراك المفهوم اللي ورا السلوك، زي ما بدي إيدي لفت الانتباه، ممكن أنا النهاردة عندي مغص عشان بلفت الانتباه، أنا بيغمى علي بعض أوقات في مواقف من المواقف عشان ألفت الانتباه. الفكرة الأساسية لفهم السلوك هي الفكرة الأساسية في التربية الإيجابية. عاوز تعرف سلوك ابني سببه ايه عشان تعرف توظف الحل ازاي. لكن لو معرفتش سبب السلوك هتطيش الامور،
هتضرب، هتتعصب، هتتنرفز، هتحبط، هتنهار، هتحس انك انت ما وصلتش لحاجة، وفي الاخر فشلت في التربية. التربية الايجابية لها اسسها، والاساسين اللي اتكلمنا عليهم النهاردة الانصات الفعال لحل المشاكل مش لتأزيم الامور. اما الامر الثاني اللي هنكمله في الحلقة القادمة ان شاء الله فهو فهم ما وراء السلوك، احد الاسس الكبرى اللي نقدر بيها نحل لوغاريتمات اولادنا لجعلهم متميزين ولنصبح اباء وامهات متميزين ومتميزات. اترككم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.